السلام عليكم ورحمة الله. في إطار المشاريع بدون رأس مال اليوم جبت لكم هذا الكيك هذا بالقناش من الفوق اللي كيجي ساهل وفي نفس الوقت يعني ماشي مكلف بزاف وكيخرج واحد الكونتيتي ونقدروا نبيعوه بثمن زوين بزاف. هذا ما كان ردوا معي البال مزيان ومرحبا بالجميع. اليوم عندنا باك فيه 29 قطعة لتحضير التورتات حاجة دو كاليتي لتحضير ليغاتو غي ب 280 درهم ما شاء الله. خليونا نتعرفوا شنو في هذا الباك. هذا عندنا هذا القرص تدوير الحلويات هذا كيتحط فيه لاطارت وكنبقاو ندوروها بكل سهوله واعره كاليتي واعره. عندنا 19 دويه ديال البوش مع بوش وهذا الراس هذا اللي في البيض في حاله ما كان البوش عندك كبير تقدر دير فيه هذا البياسه هذه عاد دير الدويات تبارك الله. وعندنا ايضا في الباك هذا السيركل هذا السيركل فري اينوكس اينوكس حقيقي واينوكس غليظ حاجه دو كاليتي نصايبو به لي تارت يدخل الفران كلشي كلشي. عندنا ايضا في الباك هاد الكورنيات هادو كورني ديكوري كورني سامبل وكورني اللي كناخذو منها اللي كناخذو بها الكريم من لابول حاجه توب في هاد الباك هذا. عندنا ايضا هاد لي سباتول هادو سباتول كودي سباتول عاديه وسباتول اللي عندها الراس حاد. هانتوما هذا كيك سموتر هذا معروف عند الناس تاع الكيك ديزاين بانه كان فينيو به لاباطا سكر فوق لا طارت باش تجي سموت باش تجي ليس ما شاء الله حاجه دو كاليتي كيجيو في جوج احجام. هاد شت هاد الباك هذا كامله ساوي غي 280 درهم وتوصل بالمجان في جميع انحاء المغرب يوصلك حتى لباب الدار. والمفاجاه كيجي معاه واحد الورقه بحال هذه كتشرح لي كل حاجه في الباك مثلا سيركل اينوكس شنو لا شي صلاح وشنو غادي نديرو به وكيفاش الاستخدام ديالو القرص تدوير الحلويات كلشي البوش السموثر كلشي كلشي كيشرحوا لك. وعندنا رقم الهاتف ديالنا تماك كتتصلوا بنا الا احتاجوا شي مساعده. عندنا اللي بغى الباك ان شاء الله يتواصل معنا على الرقم اللي كيبان في الشاشه هنا ومرحبا بالجميع. هاد المقادير هادو كيخرجوا 6 ديال الكيكات 20 سنتيمتر تقريبا في الطول وفي العلو شي 12 سنتيمتر حتى 15. في المقادير عندنا 6 البيضات مفصولات يعني الصفار بوحدو والبياض بوحدو. عندنا نص سطر حليب. عندنا ايضا 600 غرام ديال الدقيق اي ما يعادل 6 الكيسان عنب دقيق. عندنا 3 د الخمارات وعندنا ايضا 120 مليلتر ديال الزيت. عندنا ايضا 400 غرام ديال السكر سكر سنيدة اي ما يعادل 2 كيسان ونص. هادو هما المقادير اللي عندنا ركزوا معايا مزيان. دابا مع الطريقه تحضير الكيك سهله وبسيطه. كنديروا اول حاجه صفى البيض مع لوغو فاني الفاني كنديروه في البدايه باش يعطي الماكسيموم دكو في الكيك ديالنا. كنميكسيو بهذه الطريقه هذه مباشره كنضيفوا الزيت وكنخلطوا مره اخرى مباشره. بعد ذلك كنضيفوا الحليب وكنخلطوا كنحصلوا على واحد السائل فيه دابا البيض والزيت والحليب والفاني فقط. كنحركوهم غير شويه كنضيفوا عليهم الدقيق. دابا الدقيق ضروري يتميكسا مع الخميره بهذه الطريقه هذه. الخميره كنضيفها فوق الدقيق ونخلطوهم شويه عاد نضيفوهم فوق لاباراي الاولى وكنخلطو غير بالفويه عادي حتى كيتجمع الخليط. فاش غادي يتجمع غادي نحصلوا على واحد الخليط ثقيل يعني غيكون صعيب عليك انك تحركو بهذه الفويه هذا ولكن شويه المجهود غادي تحركو كما كندير انا هنا. كنخلطو بهذه الطريقه هذه وكنخليوه جانبا باش نمشيو نوجدو المورانك. هنا عندنا بياض البيض ديالنا كنديرو في واحد الباسينه وكنبداو نطربوه شويه بشويه مباشره كنضيفو السكر شويه بشويه حتى هو بهذه الطريقه هذه. ما كنضيفوش دقه واحده غير شويه بشويه كنضيفوه حتى كيطلع وكيتسرب وكنحصلو على مورانك واقف. شوفوا معايا كنخلطو حتى كنحصلو على المورانك ان شاء الله. في حالة ما حصلناش على مورانك وجاب الله يعني لاباري بقى جاري ومبغاش يطلع لنا المورانك ما تستاجوش يعني تحيدوا الخليط او لا تقولوا صافي راه خصت الوصفه. كملوا الوصفه النتيجه غتخرج واخا ما غتخرج لا لا ميم ريزولتا ولكن تخرج ريزولتا قريبه. شوفوا معايا دابا شنو غادي ندير. غادي نخلط واحد شويه تاع المورانك مع لاباراي الاولى
هنا غنخلطو غير بالفوي بهذه الطريقه هذه، غير بالخلاط ديالي كنحرك. علاش كندير هذه الطريقه هذه؟ باش نخلي لاباري ديالي تجي شويه جاريه، باش الوقيته اللي نضيف باقي تاع الميرانغ يتخلط مزيان. هذه الطريقه كنضيفو واحد التير بهذه الطريقه هذه، باش نجريو شويه العجينه ديالنا مباشره. كنضيفو ما تبقى من الميرانغ فوق الكيك، وكنخلطو بهاد لالوج هذه بهذه الطريقه هذه من تحت للفوق، بلا ما نطيحو لاباراي ديالنا. كنحاولو يبقى الميرانغ شاد راسو، ما نطيحوش، وهذه هي الطريقه الصحيحه للتخلاط. هكا كنحصلو على واحد الكيك مفشفش داير كي البونج، وفي نفس الوقت بنين، وفي نفس الوقت يعني فيه ديك لا ماتير غراس يعني كاينه، ما كيجيش ناشف. هذا ما كان. بعد ما خلطنا لو كيك ديالنا كنوجدو ليمول. ليمول عندي هادو تاع الكاغط فيهم 20 سنتيمتر، هانتوما شبر بهذه الطريقه هذه. هادو كيسواو الى تقديتوهم، تقدر تقطعهم 3 دراهم، وتقدر تلقاهم جمله 2 دراهم و50. اللي غيتقدر يجوج بياسه 3 راه يلقاهم في المحل 5 دراهم يبيعوا ليه. شوفوا معايا كيفاش كنخوي الكيك ديالي بهذه الطريقه هذه. كنخوي واحد الكونتيتي مزيانه، يعني هاد الكيك هذا باش زوين ان ما كيتنفخش، ما يتنفخش بزاف يعني يسيل، لا واخا نعمروه يعني نفوتو النص بشويه راه مزيان. هذاك هو الطياب ديال غيتنفخ، غيوصل الفوق نيشان. كنخوي الكيك ديالي بهذه الطريقه هذه بلا بوج، بلا غير من الباسينه مباشره الليمول تاع الكاغيط. هاد الليمول هادو كيدار فيهم الكيك وكيتباع بيهم. ها هما لي كيك ديالي، 6 ديال لي كيك. لاباري تقدر تخرج لنا حتى 7 ديال لي كيك. انا غير عمرت الليمول ديالي شويه، اما نورمالمون راه 7 ديال لي كيك غيخرجوا لي. الفران ديالنا كنديرو على درجه 180 بالنسبه للفران تاع الطو، عافيه الفوق والتحت. بالنسبه للفران تاع الكاس عافيه مهيله التحت وعافيه مهيله الفوق، او الطريقه الاخرى عافيه المهيله التحت وتيقرب يطيب كنشعلو الفوق حتى هو باش يطيب من الفوق. مده الطياب بالنسبه للفران تاع الطو 45 دقيقه، بالنسبه للفران تاع الكاس 35 دقيقه 30. كيفاش غادي نطيبو مزيان؟ غادي نخلي الكيك ديالي يطيب مده نص ساعه بالنسبه للفران تاع الكاس، عاد غنحلو عليه نتيستيه واش طاب. بالنسبه للفران تاع الطو غنحلو عليه مور 40 دقيقه وغنطل نشوف واش طاب. الا طاب غنخشي فيه الموس ونخرجو، الا خرج ناشف راه طاب الكيك ديالي. هذا هو السر تاع الطياب. مرحبا، ها نتوما شوفوا معايا بالنسبه للمقادير ديال الحشوه. عندنا نص كيلو شوكولا نوار ونص كيلو شوكولا بلون. شوكولا ريش الغاليه اللي زوينه. اما بالنسبه لهنا عندنا لا كريم فريش، عندنا فيها رابعه على رابعه، كل واحد كنديروا له رابعه كريم يعني كريم شونت كريم فريش. دابا باش تفهموا كريم فريش فاش كيطلع كيولي كريم كتولي سميتو كريم شونتي، يعني لا ميم فهمت اسم غي شي واحدين فهمت تيعقدوا الامور وصافي. ها نتوما كيفاش طريقه العمل، كيفاش غنستخدموا هذه الكريمه هذه. فواحد الكاسرونه كنديروا الكريم فريش ديالنا، رابعه ديال الكريم فريش يعني 250 غرام. كنخليوه يغلى يوصل درجه الغليان، غير يبدا يدير البواقات من الجناب يعني يوصل درجه الغليان تقريبا. غادي نضيفوا عليه الشوكولا، هنا شوكولا بلون غادي نضيفوها، وغنخلطوا الخليط ديالنا بهذه الطريقه هذه غير بشويه علينا حتى تذوب الشوكولا. وهاد الوقيته اللي كنخلطوا راه طفينا الفران ديالنا، الفرن ديالنا طفيناه، يوصل درجه الغليان الكريم شونتيه طفينا على الفرن وخوينا الشوكولا وبقينا نحركو. هنا في واحد الباسينه غادي نخوي الشوكولا ديالي او لا غاناج ديالي بهذه الطريقه هذه، ونغلفو بالسلوفان وندخلو للثلاجه. خصو يبرد مزيان باش يطلع، باش نديروه كغاناش مونتي. ردوا معايا البال شنو غادي ندير. غادي ندخلو للثلاجه نفس الطريقه مع الشوكولا نوار، حتى هي درت نفس الطريقه، خويتو حتى هو في الكاسرونه ودخلتو للثلاجه يبرد. اول كيك ديالي طاب، غادي نخرجو دابا ونخليه حتى هو يبرد. ضروري الكيك ديالي نخليه في درجه حراره الغرفه يطلق سخون، ما يكونش سخون قبل ما نديرو له الكريمه. ها هي الكريمه ديالي بردت بعد ما دازت ساعتين المكانه، شدت البروده مزيان. غادي خصو ما يكونش ثاني يعني ما يكونش قاسح، ما نخليوش ما نعطلوش في الثلاجه بزاف، نخليوه غير واحد الساعه ونص ولا ساعه ولا ساعتين تقريبا على حسب البروده ديال الثلاجه ديالنا.
دابا غادي نبداو نطلعوه، ضروري بالتراب الكهربائي، والتراب الكهربائي راه كيتباعو عندنا اشكال وانواع في المتجر ديالنا بفشكان. اللي بغا شي حاجه يتواصل معنا على الرقم اللي كيبان في الشاشه. شوفوا معايا كنطلع الكناج ديالي بهذه الطريقه هذه، غير شويه بشويه حتى كيطلع في الاخير، غيطلع غنحصلوا على الريزولتا كما كتشوفوا هنا. نفس الطريقه مع الكناج تاع الشوكولا نوار، حتى هو خليتو ديروا في واحد القاعده في بالكم بان الكناج تاع الشوكولا نوار دغيا كيبرد مقارنه بالاخر، دغيا كيشد راسو. يعني تاع الشوكولا نوار حسبوا ليه غير تقريبا الى درتو هذاك ساعه ونص في الثلاجه، هذا غير ساعه، هذا ما كان مباشره كنطلعوهم بجوج. هنا الكناج بلون ديالي غادي دابا ندير لي كولور على حسب كل واحد فيكم، النكهات زعما النكهات الملون والمنكف في نفس الوقت. هنا انا غندير فريز سيترون، كاينين بزاف الاشكال كيتباع في السوق، وبحال هاد القرعه هذه اللي كنخدم بها دابا حاليا كتباع غير بخمسة دراهم، خمسة دراهم. يعني من الاحسن الواحد ياخذ بالعبار الا بغى، او لا ياخذ قرعه اللي بغى يدير بروجي، من الاحسن قرعه غتجي رخيصه. غادي ميكسي الكناج ديالو بهذه الطريقه هذه، نفس الطريقه مع ديال السيترون بحال هكا، ان فوا وجدنا لي كريم ديالنا. الكيك ديالنا حتى هو ولا بارد، ما بقاش سخون، حيت الا درناه سخون غادي نحطو عليه الكناج غيبدا يذوب. بهذه الطريقه هذه كنبوشيو. انا هنا استخدمت لا دو سانتونوري، بالنسبه لكم نتوما خدموا اي دو عندكم، اي ماركه، اي شكل بغيتو تصايبوه ديروه، كاين حتى مشكل. شوفوا معايا كنبوشي بهذه الطريقه هذه، البوشاج كل واحد شنو كيدير، ديروا لي ديكور اللي عجبكم، هذا يعني الاختيار ديالكم، وديروا الكناج هاد الكناج هاد الكميه الكناج راه تكفيكم لهاد سبعه تاع الكيكات ولا سته على حسب شحال خرج لكم. هذا ما كان هاد لي كيك هادو يقدروا يبقاو 5 ايام في الثلاجه بلا ما تطر لهم حتى حاجه، وثمن البيع ديالهم غنبيعوهم ب 25 حتى 30 درهم، حيت حاجه دو كاليتي كما لاحظتوا، يعني 30 درهم هذا هو الثمن ديال البيع ديالهم. تقدروا نحطوهم لي كافي تكون عندهم الثلاجه قدا قداش، تحط لهم هاد الشكيله تاع الكيك اتيرون، بنادم اللي بغى يجلس في القهوه مع صحابو يطلبها ياكلها بصحه وراحه. تقدر تحطهم المالين المحلابات في الثلاجه ديالهم، يعني بزاف 38 درهم بالنسبه لهذا. ولا تبيعهم من الدار غير بار انترنيت بحال هكا، يطلبها لك الواحد في مدينتك وتوصلها ليه. لوغو راه ما نهضروش عليه، شي حاجه دوغو، شي حاجه بنينه بزاف ما شاء الله. وبالنسبه للثمن البيع راه يعني مسلكه، بالنسبه لهاد الوصفه كامله طلعت تقريبا ب 90 درهم. الا بعتيه ب 30 درهم راه ست الكيكات هادوك شحال غادي يخرج لك؟ يعني غتخرج لك 180 درهم، عندك تقريبا 90 درهم ديالك اخرى. وبالنسبه للسلعه راك خلفتيها في ديك 90 درهم الاولى، يعني اللهم بارك. هادشي اللي كاين، نتمنى ان الفيديو يعجبكم، ما تنساوش اللايك بارطاجيو، وطلعوا فراسكم بزاف. بسلام عليكم.